ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت مصادر مطلعة جدا أن حي المسيرة جوج بمدينة مارو بالضبط السيكتور 3 يشهد في هذه اللحظات إنزالا أمنيا كبيرا بمختلف الأسلاك، البسيج، الشرطة العلمية، الأمن الوطني، حيث تم قبل قليل مداهمة منزل يقطنه أجانب يشتبه في انتمائهم لشبكة إرهابية. وبحسب مصادر خاصة لماروك أخبار يومية، فقد تم إلى حدود اللحظة اعتقال شخص واحد في انتظار استكمال الإجراءات الأمنية باعتقال باقي الأجانب القاطنين في المنزل المذكور. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.